اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيف وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن فتحي مبروك. ازيك يا كابتن؟ اهلا كابتن اسلام، كل سنه وانت طيب وبخير دايما. كل سنه مره. لا انتوا اللي مش عايزين بقى، احنا مش عايزين. انا فاضي. احنا اللي مش عايزين. انا فاضي. ازاي ده انت عندك ماتشات تنس؟ يا لو عايز الدنيا. بكره اجي لك، عايز بعد بكره اجي لك. كابتن فتحي يا جماعه على فكره بالمناسبه يعني بيلعبنا تنس بيقطعنا، بيقعد يجرينا يمين ويجي، معرفش ليه بيخسسنا. اقول له يا كابتن انا عايز ادخل شويه، يقول لي لا خليك كده هتخس. منور يا كابتن. ربنا يخليك كابتن، ربنا يخليك. انت كويس الحمد لله، كله كويس يا كابتن. امورك كويسه؟ كل الحمد لله. مبسوط باللي النادي الاهلي بيعمله؟ اه طبعا. اي حد من جماهير النادي الاهلي واي حد من بيحب يعشق النادي الاهلي لازم يحب النادي الاهلي في البطولات والانتصارات. ويمكن انا قريت على حاجه برضو كده. اتفضل. يمكن انت عجبتني قوي، ان جمهور الاهلي دائما وراء الانتصارات والبطولات. صحيح. ودي حقيقه. جمهور الاهلي جمهور عظيم، بيشجع فرقته، بيعرف كل كبيره وصغيره عن النادي الاهلي. صحيح. فدائما جماهير النادي الاهلي يعني بتمتعنا حتى في المدرجات قله العدد، بس بتمتعنا بوجودها في المدرجات. انا دايما بقولها كلمه، انه واحد من جمهور الاهلي يساوي كتير جدا من يعني وجودهم في الاستاد. صحيح. بصراحه حاجه مختلفه يعني، دايما بيديك روح. ولما بقعد انا اتكلم واقول يا جماعه، وطبعا الكابتن فتحي استاذنا يعني ممكن يقول كلامي زي ما انا بتكلم كده او يؤكد على كلامي، لانه راجل لعب كمدرب، كلاعب كبير، كمدير فني كبير، كل حاجه. انا مثلا كنت بقول يا كابتن ان لعيب، اي لعيب لو وصل في الدقيقه 90 وعنده لياقته البدنيه بقت 50% 50% عشان الماتش 90 دقيقه، واحد بيلعب 90 دقيقه، صوت جمهور الاهلي وحماس جمهور الاهلي يخلي ال 50% دي توصل ل 100% مما كانش اكتر. انا بقول دايما كده. يعني لا هو انت بتتكلم صح، يعني برضو بنتكلم بواقعيه. حتى وانا لعيب دائما الجماهير النادي الاهلي بتديك دفعه عاليه جدا في الملعب. بيحصل. يعني في ناس بتقول لك اللاعب رقم 12. لا هو مش لاعب، ده رقم واحد. صحيح. يعني زي ما بتقول كده، لو الماتش ماشي تعادل، الماتش مثلا فيه هزيمه، في الجمهور بيتكلم وبيبتدي يهتف للنادي الاهلي، ويبتدي يهتف لجماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي بتاخد دافع معنوي عاليه جدا جدا حقيقي، فبيبتدي يستثمر هذا الكلام ان هو يحصل تعادل او يحصل فوز للنادي الاهلي. طيب كابتن فتحي، السنه دي سنه استثنائيه كبيره للنادي الاهلي، سواء من حيث الاشتراك في عدد من البطولات ثم الفوز بعدد كبير منها. الحقيقه اكتر حاجه عجباك السنه دي او اكتر بطوله شايفها صعبه ايه؟ لا وبص، يمكن الاهلي طبعا حصل على المركز الثالث، حصل البرونزيه يمكن في بطوله الانديه، وفي برضه في السوبر المصري كسب فيوتشر برضه. دي حاجه بتديك ايحاء ان النادي الاهلي ماشي 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 صح. يعني سيبك بقى من الانتقادات، وسيبك بيقول لك مش عارف ايه والكلام من ده، لا انا الحكايات دي النادي الاهلي ماشي صح. النادي الاهلي حتى في جهاز فني ولاعيبه كلهم عندهم دوافع للبطوله، ودي زي ما قلت لك خد مركز ثالث في بطوله العالم للانديه وحصل على السوبر يعني. وفي الترتيب حتى في الجدول الممتاز، بس الماتشات المتاجله دي ممكن النادي الاهلي يبقى في ترتيب اول فرق نقاط كبير. ولكن اذا رجعنا لبدايه السنه مثلا والدوري العام المصري ودوري ابطال افريقيا وكاس مصر، والنادي الاهلي استطاع ان يحصل على جميع البطولات تقريبا. اما انا بقول لك النادي الاهلي الحمد لله، النادي الاهلي الحمد لله بيحصل على البطولات كلها، وزي ما قلت لك عنده دوافع عاليه جدا سواء جهاز فني او سواء لعيبه. مجلس اداره النهارده فيه تدعيم جدا من لجنه الكوره، فكل هذه الامور بتدي ارتحال اي مدير فني يشتغل. يعني بيشتغل بهدوء، بيشتغل ان هو مش واقع تحت ضغط عصبي، بيشتغل النهارده بارتياحيه، لان اللعيبه دي النهارده كمان بتقعد تحت طائله النهارده في محطوط لائحه، سواء اللعيب اللي بيجيد او سواء اللعيب اللي ما بيجيدش. كل هذه طبعا الحاجات دي الحمد لله نظام النادي الاهلي كويس يعني. سنه استثنائيه ولكن دايما يعني حتى كابتن خطيب لما بيجي يتكلم في اخر الحفلات قال انه السنه القادمه اصعب بكتير من السنه دي، لان الحفاظ دائما على القمه بيبقى صعب جدا في كل الالعاب بالمناسبه. والله بص، انت تعالى النهارده مقاييس بقى فنيه، يعني مقاييس فنيه النهارده النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده في جدول دوري حتى العام النهارده، لما تيجي تبص النهارده للنادي الاهلي ماتشات المتاجله النهارده هيبقى في اول الترتيب. يعني مع احترام الانديه كلها كابتن اسلام، المنافسه دلوقتي اصبحت ما بقاش فرق بونت وبونتين وكلام من اصبحت النادي الاهلي لو استثمر طبعا الماتشات المتاجله دي هتلاقي فرق 10 12 بونت وكلام من ده. فالبطولات اصبحت النهارده سمه من سمات فريق النادي الاهلي. يعني سمه بقت خلاص دي النهارده، والجماهير بتحب كده، تحب دايما البطولات. خسارتنا للدوري السوبر الافريقي او دوري الافريقي والسوبر الافريقي ايضا
بطولتين مهمين ولكن خسرتهم، على الرغم من كده قدرت تقف على رجلك وتفوز بانجاز مهم جدا وهو الوصول الى ثالث العالم وتحقيق هذه الميداليه ثم الفوز في نهايه الموسم بكاس السوبر المحلي. كاس السوبر المحلي. بص دايما ما فيش اي فرقه في العالم يا كابتن هتفضل تفوز على طول بالبطولات. يعني على سبيل المثال برشلونه وريال مدريد دول ابطال اسبانيا ودايما اصحاب بطولات. هتلاقي برشلونه بيتعثر، هتلاقي برشلونه بيتغلب ماتش، هتلاقي برشلونه بيخسر بطوله، نفس الشيء ريال مدريد. فدائما كره القدم بيبقى فيه رسم بياني، النهارده ممكن الرسم البياني يعلى قوي وممكن في فتره من الفترات خلاص يعني بتخسر بطوله. صحيح. ودي وارد في اي في كره القدم في اي فرقه في العالم يعني. ايه اللي بيحصل يا كابتن في فترات الرسم البياني بيبقى تحت؟ لا تحت دي طبعا بتبقى فيها حاجات كتير قوي، عوامل كتير قوي. يعني عوامل كتير قوي زي ما قلت لك، دوافع داخل اللعيبه، الجهاز الفني النهارده الاعلام بيأثر على الجهاز الفني، الجماهير بتأثر على الاعلام الفني على الجهاز الفني، فكل دي مؤشرات بتديك النهارده الرسم البياني يبتدي ينزل، وخصوصا لما تكونش في مقدمه انت ترتيب في الجدول. خلاص اللعيبه بتلعب اهو، بتلعب وبتأدي واجب وخلاص، ولكن ما عندهاش دوافع ان هي تبقى في المركز الاول. دي اهم حاجه طبعا. الاجهاد بيبقى له دور سلبي. اه طبعا الاجهاد طبعا ليه دور سلبي، بس هي بقى دلوقتي انت في وسط موسم او النهارده وصلت للتوب فورم في اللياقه البدنيه، فالنهارده كل عمليه الريكفري مهم جدا جدا النهارده في اي فرقه يعني توصل للتوب فورم، وخصوصا من الناحيه الفنيه واداء المباراه النهارده عمليه الريكفري دي مهمه جدا جدا. بتلعب ماتشات كل ثلاث ايام دي يا كابتن، معناها ان الريكفري هو الاهم طبعا، وليس التدريب الفني في الملعب. لا لا لا، ريكفري النهارده ما انت ممكن تكون بتلعب ماتش النهارده وعندك 13 14 لعيبه اشتركوا، تاني يوم النهارده ممكن تعمل يعني ساونا، ممكن تعمل تدليك، ممكن تعمل ريكفري بشويه اطالات وشكرا، لان اللعيب خلاص وصل للتوب فورم وعارف المدرب عايز ايه وعارف كل حاجه. راح ادها مارسيل كولر للاعيبه النادي الاهلي، اعتقد هتفرق معاهم كتير راحه اليومين دول يعني. طبعا طبعا بتفرق انت طبعا، بخلاف لعيبه المنتخب يعني. بص بص يا كابتن اسلام، دائما اللعيب لما بيكون على على المستطيل الاخضر لفتره مثلا اربع خمس شهور وتمرين وماتشات وكل الحاجات دي، لا النهارده بيحب النهارده يعيش بقى ايه؟ يعيش بعيد عن المستطيل الاخضر برضه، اما بيرجع بقى بيرجع بروح تانية واداء تاني ونفسيه تانية خالص مختلفه. من وجهه نظرك السلبيات اللي موجوده في فريق الكوره في النادي الاهلي، وما فيش فريق في العالم ما فيهوش سلبيات، ولكن السلبيات اللي موجوده في فريق الكوره في النادي الاهلي كيف يمكن استغلال فتره التوقف وعلاج هذه السلبيات؟ لا هو انا يعني مش شايف سلبيات، هو عارف يعني الناس بتتكلم ليه دايما في سلبيات، انا مش شايف ان فرقه النادي الاهلي فرقه بطولات وفرقه ماشيه كويس جدا، فرقه ماشيه زي ما قلت لك برونزيه وكاس السوبر المحلي وفي ترتيب الجدول الماتشات المتاجله، فالسلبيات كلها دلوقتي المدير الفني والجهاز الفني ليه دور كبير جدا جدا، ومدير الكوره ليهم دور، وخصوصا في اللعيبه اللي هي يمكن ما بتشتركش بصفه مستمر. ولكن زي ما قلت لك السلبيات سلبيات ايه؟ ما فيش سلبيات الحمد لله. اللعيب اللي ما بيلعبش من حقه ان هو يزعل؟ في كتير كده. يعني خلينا بواقعيين. لا طبعا طبعا، لكن انا حقه يعني، انا لو ما كنتش بلعب كنت هو مش حقه، لو مش حقه لو جه مثلا الموسم اللي قبل كده كان بيلعب بصفه اساسيه بفتره اساس، جه مدير فني جديد بيلعب اللعيبه بيتاثر في الحته قوي يعني، والتاثير النفسي ده واجب على المدير الفني ان هو يعلم ان هو يتعامل مع اللعيب، او ان اللعيب نفسه يشوف ان هو انا مقصر في ايه؟ ما ممكن ما يكونش مؤثر. اوكي. يعني ممكن لعيب بيتمرن كويس جدا زيه وزي الفرقه. أوكي. كل حاجه. ولكن بتبقى رؤيه جهاز فني ورؤيه مدير فني. رؤيه فنيه ده قصدي يعني. رؤيه مدير فني ان هو ما يشتركش اللعيب ده. وياما حضرتك نفسك عملت كده كتير مع اللعيبه. كتير طبعا الحمد لله. لانه في الاخر هي رؤيه فنيه لاسلام. رؤيه فنيه. مثلا. رؤيه فنيه. فاسلام انت شايف ان هو يلعب او ما يلعبش. رؤيه فنيه، حتى لو اللعيب ده في كامل لياقته البدنيه والفنيه، بس المباراه دي ممكن ما محتاجش هذا اللاعب، ممكن يبقى احتياط. عشان كده دايما حضرتك يعني كل الناس كانت تقول لنا ان كل الرؤى الفنيه هي رؤى فنيه صحيحه، لان انا حضرتك مدير فني عايز تكسب وانا مدير فني عايز اكسب، فكل واحد له وجهه نظر تختلف في اسلام مثلا، ان اسلام انا ممكن العبه وحضرتك تقولي لا ده اسوأ لعيب. لا هي المدير الفني دايما والجهاز الفني دايما بيبقى خلاص حافظ اللعيبه وشايف اللعيبه واللعيبه بتتمرن واللعيبه عايشه معاه وعارف كل امكانيات اللعيب سواء الفدنيه او البدنيه او السلوكيه او السلوكيه. تفرق برضه طبعا طبعا، ان اللعيبه برضه خلي بالك اما بيبقى سلوكيا خارج عن المألوف لا خلاص المدير الفني بياخد جانب منه. طيب الاهلي شارك في يعني بطولات كتيره جدا، من وجهه